يقول نحن طلاب علم جئنا هنا لدورة علمية لمدة شهر واحد، فهل لنا أن نترخص في الصلوات وأن نصلي صلاة الظهر في السكن مع العلم أن الصلوات الأخرى نصليها في الحرم ولله الحمد؟ لا يجوز لكم القصر لأنكم نويتم شهرا في إقامة مكة للدورة، الدورة مدة شهر، الإقامة إذا زادت عن 4 أيام يجب الإتمام، إتمام الصلاة. وأما الصلاة في المسكن، لماذا تصلون في المسكن؟ ما حولكم مسجد؟ ما تسمعون الأذان؟ صلوا في المسجد اللي حول سكنكم، صلوا الظهر في المسجد الذي حول قريب من سكنكم، وبقية الصلوات تقولون في الحرم الحمد لله.